السلام عليكم داود يا الكسور وادا برامج شيكوين كسي بي اي او غورها نوكلا اتكا داودتان استوديها مقالة مقدشة وحنا آلا بهل كان برامج كايدين كسو جيدية انيك او بشرة عالية ايوه مرتب بدن او ايقالا خيب خالة برامج لكن ما انت مرتب برامج كوا سمسم او دور غورو هرانا ايقالا خيب خالة كسو دو واما سنتا بشرة مرتب مسئله كريه سوف تقف معي والبس صور موقتين مرتي لما ليه كر ما فهمت مارك هذا ولو برنامج كان قم حسن تاع إن سمسمي دعوة ضياش أنت نروح يعني أنت هذا بنروح سبعة وحين هو قبرتين إن شيء كوين وشيء كينو كو مرتي هيسن ولو عبر هذا نيو يصير هو كلنا شيء كوين كجعل كمش كم مرنا مارك بالما أنت أنا إيو أنت هلكن أنت هسه تعيسي نداونيس حاينو هيس والله أنا هانتي ورتمانتو حأوصو تلقى اللو شيكو مني إتها إنه بسينا ذا هلا سيستم مني إتها معناها واح إن إيشيكا دي واح إنتان لسمين كور لغا فيرسو واقرتي واقا فيرسا إنتا دنفا ها لو داس شيكا أوصو تلقى سيفيان واي بل بل ميت أنو وصو تور ورتا شيكا دا أقو بلا وايو شيكا أد أنا إيو قصر سي سوان حالا هاد كور نين الشيخ أمرتها أو حو استاجي مسجد صلاة قطبة وتكسينا صلاة دي مركو كب حي قطبة دي أو أسو جيدينا مركو قطبة دا وحكو ساب سنة هاي ذا يجعل كذا قطبة دي الشيخ سوء ذي وحو ده ولي جيجا ناق أحس كجهن أو حو ده أنت صاحبنا على سيح جروده مركاسا علم ذي المعدن يبحي حتى مش جوجا يا ويسوى استعين حسبنا الله إنا لله وإنا إليه راجعون ودين مركز وحود هاي قفتا عن شيء غير قف كلام هني إيه وهو يدي دولا هاي هذا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قاركود ويسكو ويم بواقي رسمين قد بدي مركز صوت لما تي شيخ إيه ودك يسوق كل بحمك تي دلني رضي أو قد بدي صوت لجي سنة ميت كم إذا وصبح gurigi soo imaad naagtiisa wuxuu dhahblay ee cuntii si san waayay cuntadii loo soo guray wuxuu cunay kadib wuxuu dhahay naag oo ani a qabino dhahay naaga xaaskayga aheen intaas la soo joogo sababta wuxuu ka soo qaadanayay shiiqi wuxuu dhahay naag xaaskayga aheen intaas oo san la soo joogo ninki waa xaaskiisa kulay ha yaa ina dadban ka loo soo qaatay madax دور قضوا على قطر نينكي ها صبت حاسكي سوي ما ذو حودة ناقا حاسكي هين انت انا لسو سيح دودة او سؤال ما جرت ناك تان سؤال لما ويدي نمبو ناك تيا واي محاول سو سيح حتى واحد لما دين سي اسعوتي نينكي بان قدل اي خبسة دهب نينكي وصوح ومير دبولم اسبتلا لقيي محاكو دعي حالك مرك اللوغا ذي كدب مركو سو ناحي ناك تيا لوغا محالا نينك سيح محاويشي محاسس إيو شو ده نين كانوا حد هذا ناق أسق بين أو أنت سلسوج أو سوسي حنا دتك إسبتال كذا نويا بين حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله مرك هسوي حود هني كمر كوسون ناحي ناق تاني أشياء جوا هو يذي وده خد بذا أنا كسو مغلوب ده مرك لس كسو بذا دو وش كذا مرك دلني رضا وحياه بها قار مرك إلا إيمان عنو ذيك وجدا مسبح السامين أو إيمان عيان iyo ween iska dhahayaan marka waxa dhihi lahaa intaadan hadalka sheegin hadalkaas wixii kaaga imaan doono iska fiiri ha hubsiina hal siiso sheekadaas gaabana ugu soo targala samsamay waa halkaas aad sheegtay hubsiina hal baa la siistaa dadka qaarkood waxaa laga yaabaa hubanti la'aan inay ku kala go'aan ama waxyaabo badan ay u dhacaan marka intaas hadaanu kaga nimaado yani sheekadaas هل كل جذا هو بسينا هالبالا سيستا بس كنا وي أبدي هين إن إنسان وحبه هو بسانينه أي كدك دكان وحيابها خال مركا شيء كذا نحن كبرنا هنا إن أنت هنا فلين كهر عن هو بسانو ها وحسمين وجيت كا وحلاسمين ما أنت سمسمي أنا بحن كبر ما يقصد هذا الشيء متكدو وقصة جعل أو دبأ أو دعدي إن قصة سينو حقيقة ورمي qofkii ay ku dhacday kastoo aanan jeclayn hadda inaan magaceeda halkan ka sheego mana garan karo hadda inay Soomaaliya joogto iyo inay ka tagtay
وحان صاحب لنا نقضي معلين مع المحكمة الكبر وحان اسكو براني ميل عن كدقنيني عشر قرآن كأيو ما دوين كلونا ميتا ومعدة كبر داسو وحي إيشي كيسي قصة آدي عجب كليسة رنتي الله يابي ترين حانون بغنو قد حجري وحي إيو تري أنيو أفريتو بنجرة أيا أبا هينين إيو دربي أفريتو بنجرة وحي تري مركا أنيو دخن مانن قرني يال كيدي وحي تري وان إسكا دخمي أو إنتي أو حوادي كري أو المنمة أنكو وذي كري وانكو وضي مركا قبالي وحي تري سمسمي أنيو إنتا دخمي كري نينك دينين إرابو أهاي وأساقو نوا إلا دخم أنيك نوا على دخم وقدم بينتي علف باكلا دماضي ويكالتي وحي تري وحانا ها قبر ير وقتي كان كلا تجيني ذيكو حوالينا يا إلا سد حسن نظر إني سقبي إن إلى هنا وحب موسى كلا سين أولاده ويل كي كبادي هداي كلا تجين كبادي وحد ترجع مع بندي وبلاوي وحبر شام بلاوي وايس مشغولية بيتري وحانا كحما بيتري دقدا لقيو جورين كاسي يا حالة أنكو سجنا يا أنا جوا أنا رالي بكاهي waxay tiri marka ninka kala tagnay aabahay baa dhintay hooyadayna way dhimatay waxaan la noolaa walaalahay waxaan baranayay kabar iska maskiinado de nolosheedina yaraanta looga ciyaaraan iska noqdo ugu dambeyntii waxay tiri nin ayaa waxa iska baranay tiri facebook aan waxa tiri muddo ayuu i bariyay oo ilaahay oo ilaaha walaalay ila sheekayso qofku ku doonayaan ahay nin mustaqbal rabaa ahay waxaan rabaa inaan guursado sidana ahay ilaa maalinkii dambe waxay tiri bal qofkan maalin walba hadlaya ee luuqay tiri kamaana soo saarin bal maanta inaan ka soo saaro la sheekaysto waxay tiri ninkii meeshii baan ka soo saaray uu ku jiray friendiga meesha la dhowr kuwistiga kadib waxay tiri waan wada sheekaysanay si caadiyana wada hadalnay bay tiri wuxuu igu yiri anigu waxaan ahay nin mustaqbal raba waxaan ahay nin guur raba mana raba qof inaan noloshiisa ku ciyaaro marka waxaan jeclaan lahaa inaad xiriir guur ila aasaasti waxay tiri waan ka ogolaaday waa iska sheekaysanay qof iska diin iyo akhlaaq wanaagsan uu ahaa bay tiri inkastoo waddanka ku nooleyn laakiin dhaqan ahaan markaan fiiriyay bay tiri xiliyada salaada subax oo kale waxay tiri salaadahan isu toosin jirnay xitaa waxaan bari jiray bay tiri qur-aanka oo isagu ii sheegay inuusan dhammaysanin ama ilaa saddex jus ilaa shan jus inuu gaaray waxay tiri marka macalimad baanu ahaa bay tiri xitaa markuu ilaahaa saaboonayo muusan dhihi jirin bay tiri yaa wuxuu igu dhihi jiray tiri hooyo kalgacaylka dartiisa hooyo ayuu igu dhihi jiray ninkii sidaas ahaa waxay tiri anigana waan jeclaaday damiir baan leeyahay qof bini-aadina ahay isagana wuu jeclaa waxay tiri gabadhii muddo ayaan isjeclayn oo aan wada sheekaysanaynay ninkuna waxau jiraa dalka dibadiisoo gudaha muusan ku noolay waqti dheeraan isla qaadanay bay tiri midba midka kaleentana waxaan gaarnay heer qalbigiisa ilaahay wax ugu abuuro waxaana noqonayba rajada dad ugu fiican noloshaydana markii iigu horreysay ayay ahayd bay tiri aan qof doortay ama qof jeclaaday waxay tiri ninkii waa heshiinay inuu soomaaliya yimaado kadibna dee aan guri iyo reer aasaasno calaa kulin gabadhi waxay tiri waxaan ku heshiinay inuu wiilkii dalka yimaado reerkiina iga doonto aana isguursano isaguna xitaa wuxuu igu dhahay bay tiri aniga haddaan waddanka imaado oo ku guursado kaama tagayo على الأقل صومالي وان كاك حين ميل حوغا دي ان كاك حي سنكرو نينكو حجوغا مرايكن ايانكو قين دونا سياد سفوضو هالكاس ان كاك حين اديغا سي والبول وحشي يو ارين والبول اسلا غاري يو قوان والبول اسلا غاري قدر باكا سوسو كمرتين ويلكي يكبادي حيليغي بالانتي شيزك مركي لغاري uuna raba inuu ninkii soo baxo laba bilood kadib bay waxay tiri waxaan ku arkay bay tiri ninkii masayr
تراد ناف سامبا بلا حد يا تلفونك دو دن سيهاي محو دن سنة هدو شدايا محو شدنا لبضل ها حتى تكا قبان ويدي محا ايقا قبان ويدي وطاقال هدا كا قبتدنا محو كلاي هاي أولين آيحي قفا لهديس وحي تري حريركي وحا بكو بلا ومي تري خلاف وحونا خلاف كاس كسعودي دنكي يجمع هنا دنكي سوها وحي تري دعوة إيو قيلة إيو مصير كان وحوي قد يتري جوكتو إيه وحي تري حتى مرارك خاركيس وحو سمين جري كبدا وحي تري وحو اسكحيري جري بيتري فريمة هي أما وإتانا ذي ذو كلي مركو حوغال مالين إيو مالين بركي ذي إيو مخنا ذا كدب أيو إيو سوق هذا جرى أما إلا سوق هذا جرى سيدا صدام كسو عني بيتري إن أنا جانا واحد تري وان جعلا مركو وحا سمايا يبا وحا إيو سي شد من جرى بيتري ضب يعني وحا نكاقا ذي جرى دي قف واح جعل واد كاران ليس waa wax jecel ka warana dii lagu dhidhibo anta dhan dibo waxa kugu qabanaya kulayl aad dareemaysaayo xooga waxa laga yaabaa inaad si maskaxiyana kaliya isula shoortid oo tiraahid maxaa qofkan ma adaa qaldan bisa isaga qaldan aa is gadaal isu weydiis xitaa hadii laga gardaran yahay aad tiraahid malaha adigaaba qaldanahay bal raali ahow dhe laakiin maxaa raali ahow tiraahda qofka hadaa wada joogtiin waa waad dhihi kartaa هدي ميلاد كلا هذا الشيء أهي ستين واليك لكن قف هدوب عروض آدم أركين حقيقة هذه نساء وهو حاجة كل جا هاي صو ها هذا قف وضن كانوا كلوا جوجين هدي وحناقصين هدو فرحسين هذا كورين أنا كورين كذا أو هدي كوه حناقن ميلا كرادي نساء لهن على كل الوحيد ترى أنا كحرير كوه حب إيه نقطة بيتري فرحب ده نلا شيء ده وجوه رجسوا قصوا بيرتاي أيه هذا ترى مالك أول كاجع هذا مالك أنت أشكر على أنا وحيد ترى مقدبة نلاش إذا يو 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 حنون يو يعني إن شاء الله يتقى دريمان وح يقول نقطة مالك خلاف يسكوب بلاون علاس يصاف ولي ولي ما أنا دريمين بيتري علاس كاسوك سيدي هدان أهين بيتري أنا يعني ما لي كرو هدينا وذا سعرين أنك لا تجنو قفكي وان ربع يسجنة وح يتري ما الله راعي أيوه ماله سيدن يا سيدن ما الله راعي ماله waxay tiri muddo asaas ahayn oo ku wada soconay tiri ilaa 4 bilood ayuu dibka igu hayay mar iga saaraa socialkiisa mar igu soo celiya mar iraali geliya mar ila dagaalaya mar iga qaadana waxaan dhaho mar iga diidaya waxaan dhaho gabadhi waxay tiri markii dambe habeen habeenada kamida ayuu ila soo hadlay wiilkii wuxuu igu yiri bay tiri walaalay anigu nin kulul oo masayr badan baan ahay ma fahantay intaan dee kala fognahayna ma wada noolaan karno mana wada haasaawi karno ninkii adhahay waa gabadhi jeclaa jacaylkii iyo wixii la ogaa wuxuu yiri aniga kulama socon karo nololna kulama wadaagi karo raali igano waxay tiri dee meel aan joogaaba aqoon u yeelan waayo هاي ده هذا إيو أنا واحد ولا يهمه وهذا يقول شيء دم هذا هو أنا ما خاب أنا إيو كبر دي مالين كاو حاوب بلا وضي بال كلا ده هو ول ول إيو البه إيو حنون إيو قف أدوني سيو كاجة تري عدلا إيو نلاش جعل كا قف وكاجة بح معنى هذا أي معنى كبرت وح نن فنانة أي هذا كار وح يجري هدو علمي إيل كده جاي أرمو أن إيجو ترى قبرك إيدا دهشة ديوان كأمان كلا عنيك يعني تعال كان علم دلي ولاد أنت قبرك لا جلي سيدي سيو كلا عنيك أنا أمو إيجو ترى خايف تسلم تيو لا إيجا ديوان كليا آخر بقى الدنيا ده بقى عنك ما أنا ذاتك جعل كأود أنت اللي يود ديوان كليا بوسكو ذا أمان كلا مركب قبادي واحد تري عنيك أنا حالة ده سيدا سو كلا نقطتي بلا بالكودد نوادي لا نوادا يا كفري ما اسم وحي لوبين لكن وحا كو دعي كل سوني دربا اي كا قاداي رج اسك بداي بني ادم كي كلا حتا الا اي نقطه غبر اسكو خير خيرانو سداسا
oo aanan dadka dhex gelin oo kooban gabigeedaba qof walbana ka cabsanayso marka markaad maqashid jacayl waa farxad laakiin marka uu noloshaada ku soo biiro ayaa ogaanaysaa macnihiisa dhabta ah buu leeyahay waxaana ka sii daran marka qof noloshaada aad adiga dooratay aad isweysaan sabab kastaba ama ha kaa tago ama qadar kalaba ha timaadee markaasna waxaad ogaanaysaa macnaha dhabta uu leeyahay marka waa sidii la sheegaye waxay dhaheen iftiinkuba waa dab dabkuna waxbuu gubayaa yacni shay walboo ifaya maaha wax fiican because dabkaba waa iftiimayaayo adiguhaddana wuu ku gubay marka ha jacaylkana waa ma ku gubo ama waa adiga halagugu gubo ama adiga ruuxkugu haddii intaas wax u dhexeeya la helana waa nolosha ugu muhiimsan laakiin badanaa dad isjecel maba guulaystaanba laakiin ma sheegi kara macnaha taas sababi karta wallaahi jacaylka marna rafaaduu qaba marna cadowgiiba leeyahay dadaa cadow ku ah sidii labadaas qof iskugu diri lahayd marna ma aqaan sii loo wada saaba dhexda ka dhammaanaya sababta waxaan suurusuurahaan iyo kalsooni kalsooni wixii dhan banaanka lagu soo dhameeya hadhowba ee si dabayaraana wa si intuu sii soco buu sii dabago'a buu sii dabago'a buu sii dabago'a samsamey nin baa wuxuu dhahay inuu sal ballaarto oo sadriga ku sii fidiyo seedaha hanta mooye ma suula jacayl dhaba yacni jacaylka dhabta mama dhammaanayaba sanadahan dambe waxaa arkay laba qof oo isjecel oo haddana kala tegey wardee marka horeba la isma jeclayn because jacaylka dhabta a dhammaadba may laakiin saasay tahay iyagoo kala tageena qof walibana qalbigiisa uu ku jiraa qofka kale halahaas ina isgiijiyo isleeyahay macnaha adiga isgiijiya isleeda qofka kalena isgiijiyo isleeyahay bal aniga haddii wax la iweydiiyo ma aaminsani qofku jecel inuuba kaa tegayaba absolutely waayo waxaa ka muhiimsan wax walba idin dhex mara waxaa ka muhiimsan waxaa isu qabtiin marka waxaa haddee mar walba qofka darajo hadduu kula leeyahay qofka maqaamka uu kaa taagan yahay uu kaala weyn yahay wixii idin dhex maro wax walba waxaa u arkaa ama ay noqonayaan ina laga tanaasulo wixii burburin lahaa noloshiina laga ilaaliyo soomaalidu dee hilibka geelaa ku badan isumaba dulqaataan dulqaadna ma jiro soomaaliya sheekadeedii marka intaasay ahayd oo gabadhaasi qisadaas markay iiga sheekaysay way i taabatay dee qisadana xur badanaa kusii jira waxyaaba badanaa kusii jira halkan laguma soo koobi karee yacni inta muhiimadda waxay ahayd inay gabadhaasi arrinkaas xanuunka badan uu ku dhacay runtii waana arrin aadan adiguba ceshan karin oo gudaha aadan kusii qarin karin because wixii culays aad dareemaysa haddii aad hal mar iska keentid ha macnaha waa fududaanaysaa inaad dareentid sheekadaada mid kale ku keenay hadda kahor gabara waxaa dhiganaysa jaamaca gabar soomaaliya waa jaamacadaha soomaaliya mid kamida dhiganaysa hadda gabadhaas idin meesha ku dambeysa ma aqaanee wiilas isku jeclaayeen isku jecla wiilka marka hooyadiis iyo aabbihiis ma noolo abtigihiis oo la joogaa gabadha hooyadeed iyo aabbaheed ma noolo eeddadeed oo aabbaheed la dhalatay ee la joogtaa oo karkarinayso wiilkana waa wiil oo hooyis aabiis joogin oo adeer abtigiisa gurigiis isku joogo waayo labadood jaamacadda isla dhiganayeen waa la isjeclaaday jacayl wuu dhaafay zaid lasu sii jeclaaday jacayl sii lasku jeclaa loo badi wiilkii gabadha in muddo isjeclaayeen se isku jeclaayeen kadib wiilkiia wuxuu dha walaalay inaa ku meherisadaa rabaa aa ku guursado keligeena leh macnaha familkiina ogaanin ani adaa ismahersanayno tartiibtaada jaamacadeena waa dhiganeena haye waa la ismahersaday jaamacaddii aa la imaanaa jaamacaddii qof waliba ilaa wiilkan hooyis lama joogo iyo aabiis lama joogo gabadhan hooyad aabeed lamala joogto labadoodba laba qof oo kala daran waayo jaamacaddeedoo iska dhigteen yow milan ayaam gabadha uura yeelatay uuraa ku yeelata maanta kun shilin uu asiga u awoodo ma lahan uu sii kar xataa ma lahan wuxuu dhahay gabadhii markay imaada buusaanaa jirtee xaalka saan waaye inta ka dhaco waa la socdaa shalay jacaylaa laisu guursada moo maanta wuxuu dhahay gabadhan marka gabar aada u qurux badan waay wuxuu dhahay walaalay ma tahaa anima ku kasaay iga wareeji bisinka walaaloo anu inaa eedadee la joog waa ogtahay xaalkaygana qof ka warhayaatee xitaa haddii qof xaalkay ka warhayn lahayn haddii ahaan lahayd waxayba ahaan lahayd laakiin xaalkayba ka warhaysaa maxaasis iyo yeelaysaa
وحاسة ذا لغو لها واي مكو كسايبا وايه ويسكو سوى بحدة اسبتالة ذا متكمي ذا اي مات مركاسة بحدة هذا اي تكتوريسي لها هذا الشيء سي هوسا ذا او تكتوريسو امولسي اي سي هوسا ذا هذا الشيء تكتوريس حال كاسا اي هي تساسا اي ساسا اي والد كينا ملجوغي واي ساس اولو سوى ميا هي لك وحا مرتاي بحي اوكال تورت وحكى صوص سميس جلمين وكسو بحس نينكاس ميلو استاكسيها حتى ما استاي كرتي دار لغا ودي قود ويسو بحدي وحبر شدي دي بودتي محالا اي دي دي يكو فاهمين حالة دي دي جيبيغا غنجي دي اي جامعة دان كان سو مالما هسو آدين اي ما تطوري سيدي مركا ان يرو لعاق يسو سي سو بحيدا هذي اي مرق اي وحكو سي ايبسو قود دي قوري اي ماتي إذا guri iska imaato tiktoreysadii wixii soo fartay ay yeeshay ay soo laaw isbuuc kadib ay dhaa isbuuci kadib oo laabtay markaas ay dhahday in haye wix man ka soo dhamaano ha ninkaas dambe ma la heli karto bas tii ma cadeeda ku soo laabtay gabadhii oo qurxoon oo qurxiso sidii hore aheen ee dadii horta ida oo markii maamada nasa ay dhahday intii yaro nasiinada ee gabadhii guri ku joogsanay sanataay a ul ii jug ii wax la soo qudare ila isbitaal gabadhi laagi oo uura leedo ku soo baaray dhab badan ilaahay wuxuu nasiib ugu dhigay xilli ayda waxa ka soo dhamaadeen oo negative ka soo noqdeen guriga ay imaatay jaamacadeeda dib ugu laabatay gabadhii quruxdeeda u soo laabatay ee qof alaalo jaamacad macallin hadhin arday hadhin qof kirto iska hadlays wiilki kadib oo maseer gabadhii dib u soo jeclaaday markuu soo jeclaaday idana waxa dhahay ma ku rabi ilaa heer oo macallimiintii u taga maamulka jaamacadda soo keeno oo u sheego oo ardaydii kasoo horistaa oo u sheego gabadhii inuu jecel yahay gabadhii inuu qaldan yahay ninka uu waalan yahay dhahay ha u bixin hadalkiisa gabadhii marka macallimiintii u waceen xafiiska jaamacadda loogu wacay waa loo sheegay ee waxa lahay wiilkan saan waa maadaama uu qalad uu sheegtay qalad inuu ka galbo noo sheegay ee qaladkiisana uu qirtay ku qaadaan lahay بس سيدي لغو سورة لقلي أو حالكي يكوسو قادتي ويلكي انتا لغا بحي تركيا لودري يا معادي يا إيغدا شاقسيسة حاجة تركيا شاقسيسة ووصو شاقسة مالمك دي بوصو لابتي ان ايدي يوي مادي ايدي يوي حالد وا أروسي ربا يا أروسي ويلكاس ني ويلكاس او ديب تركيا ما أروسي سار ايد هادي بس ويلكي ووصو شاقسة wo imaaday wuxuu dhahay wax alaal wax aragtid oo ku sameeyna sababta eedadii u yeelay mugta gabadhii soo baday suuqa dahab fogaay dahab ayuu noo xirtay soo gaday eedada gabadheeda la socod xitaa wax xirto u la soo gaday guri oo dajiyay wuu aroosay alaab ayuu noo u dhigay marka wax alaal wax aragtid sameeyso mobile kiis xitaa ida iska haysat idan mobile kan ida iska haysat marka oo horeyntii macnaha inkiraadii iyo xaaladii iyo dhibaatadii uu asa soo geliyay markii dambe uu wixii dhanka dhaqay ilaa iyaga wax waliba iyaga la isku noqdaan asina hooyo aabum u joogan iidan hooyo aabum u joogin saas iskugu noqdeen kadib waa marka eedadii waxay bilowday in wiilkii gabadhii ee ka furto oo gabadheed ku darsato waxaan buuxa iska fur gabadhaan gabadhii kugu markale macnaha markii dahabka iyo gabadhaan wax loo soo gaday ilaa shalay ninkan maxaa u aroosaysaa ilaa ismugtahay markuu wiilkii lacagtiisa iyo wixii aragtay asina lacagtaas darteed wuxuu u soo suubi gabadhaan oo shalay dhibaatada u geystay waxaana ka dambeeyay lacagtaas maamulka jaamacadda waxaana gabadhii kugu daraa waxay damacday markii meherkii xilligiisa iyo wixii inay gabadha soo diyaariso gabadhii ay shaqo soo gelinaysaa marbiyo dha gabadhaan gabadhaan inta soo sugeys marka dambe xaaladda iyo sheekada meeshii ka bilaawtay ee soo ogaatay uu imaado horta markuu imaado way buriyeen aab eedadii way burisay aabaheen way ku dirtay oo adeerkii oo idin la joogtay way ku dirtay waxaa dhahday gabadhaan banaanka isaga bixi marka dambaadii wiilkii wuu aroosay wax alaal wax markuu u keenay lacag ayuu nooc u keenay gabadhan wax alaal wax harta u subi sidiiyaa markaas gabadhii ugu dareen iyagoo bila xataa gabadha nolosheed ka sii xun ugu dambeyntii gabadhii nolol fiicana dhashay gashay jaamacaddu isla dhameeyeen ilmeen isku dhalayn ilaa hadda iyagoo isla joogaan ay ugu dambeysay laakiin I don't know meelay ku dambeeyeen soo marka qisada ana iyo sheekada iyo wiyaabka badneed oo macna sida caadiga u dhacdaa u arkay sheekadaas nafsiga waa sidaa marna
يعني أنت قف هذا كجشد ودي نفسي كجشد هدي يعني قفكو ودنبي كعجلة مالت حقيقة أنا جرتنا إيتها إنه قلت كعجلة كونا تلاجلة بري واحد أقولها إنه مرة بديبكو قصان قنية إسقى أو دولمان أديكون أدن دولمينين نفتيس أي دولمي صيد دولمي جيسنا الربع إنه قف بني أدن كسامح بكوس أصلا مركه ورئيس دولمي حتى أنا لا بد أجرب إسقى دولمي مركه شيء كذا سبحان كبرنا هنا يعني إنه ينقف بين آذينا عردكي سيئة شرفتي سيئة دنمي سيئة إنه كوحد قدبين هادا سمينانا إنه بري يعني هوستي سيئة كسوه نقون كرنو وحانا جيري قف آنان كاسا محينين وحوال بقوردعا خالتكي آدكا كاقا شاي إنه كو عفيو يا آنان أقلان كرين إنه دي بين آذينك إلهي إسكسي أموضا أبوريني مركا وحي لم يتهي تاسي إنت آذان قف قالتكي قلين با نفت هذا خالتكي إذا إله شو een waa sheeko fiican sheekadan iyadana ciwaankeedu waxa weeye ee samsamay ninkii samra sidkiisu weela adigu hadaa samirti wixii ilaahay kuu qadaray fadhiga kuugu imanaya waxba ha raadin waxna hadaba oortin ilaahay un taladaada u dhiibo isagana waydii wixii khayr kuugu jiray inuu gacantaada soo galiyo waxaa jiray nin wax uu guursaday haweenay shan sano markay isqabeen ayaa ilaahay wuxuu kala siiyay gabar dadku waxay dhihi jireen gabadhaada shan sano naagtan afar sano qabtaa ka naagtan intana qabtaa allah subxaanahu wa ta'aala xilligu ugu talagalay ayay gabar u dhashay gabadhii markay dhashay waxbaba lama dhihinay ninkii isla gabadhii markay dhashay sanad markay gaartay haddana gabar kale u dhashay haddana tii kale markay sanad gaartay waa allah qadartiisa ayay gabar kale dhashay saddex gabdhood oo islaale ah isku waqtiga marka ayay raggii dadkiiba waxaa loo bixiyeenbo ninkii gabdhihiisii xaaskiisiiba ku faraxsanaa wuxuu bilaabay inuu gabdhihiisiiba naco ula diriro because waxa banaanka lagaaga soo sameeyay mararka qaarkiis oo guriga kuu jooga waxaa laga yaabaa inay xanaaq kugu dhaliyaan waayo iyagaa lagugu haystaa gabdhihii wuxuu bilaabay reerkii inuu gabdhihiisii ilmihii iga leexdaa aniga uu ku dhahdhaho islaantii gabdhihii ee ka niyad jabaanay dismoral ka qaadaan ilaa uu gabadhii ku dhaho aniga haddaa gabar ii dhashid dambe waa kuwa kufuraya ma idahay swiilay noqota ilaahay baa haddana ilmo kale siiyey mar walba wuxuu ku dhahaa haddaba aniga gabar iima dhali karti gabar ha ii dhalin waxay tiri walwal iyo kurbo ilaahay baa u carartaa sali ilaahay oo rabbi o gabdhahayga saddexda bannaanna kuma korin kara mana dayici kare waa cawrade ilaahay oo ii gargaar ilaahu ceebteeda astur ilaa sabi igu irsaaq wiil igu irsaaq bay habeenii maalin ilaahay salaad ugu istaagtaa bes maalin maalmaha ka mida ayuu wuxuu u waday isbitaalka kombyuutar ha la saaruu dhaha waxay wadana ha la ii ogaa kombyuutarkii ha la saaray waxaa la yidhi ilmaha wejigiisa loomaba jeedo si fiican looma arkayo intiisii hore haa wuu sii jeedaa marka waxaa la yidhi saddex bilood kadib soo celi bes marka saddex bilood kadib soo celiya markaas la saarayo bahalka aduu ilaa shan bilood meelahaasi marisa idono soo celiyaa lagu yiri hadda ilmaha si fiican looma arko bes gabadhii wuu iska soo kaxeeyay xaafaduu iska keenay wuu xanaaqa marka aniga ilmaha haddana gabara khaati kaaga taagnaa ilma sii jeeda maa ii keena ma ilma sii jeeda oo la arkaynina hadda ii wada adiga ilma sii jeeda haddaa ii wadid buu yiri walaalay waxaa kaa codsanaya ilmahan iska soo xaaq asxaan ii samee gabadhaan sii jeeda aan la arkayn iska soo xaaq marabe wayba ka naxday sidee waxaa ku leedahay ilaahay wuxuuna siiyey maa ilaahay saa soo xaaq maya laba kuu taala inaan ku furo iyo inaa gabadhaa soo xaaq sii jeeda la arkayn oo dhuumatay noona waa isqarinaysa oo ka wadaa samsamay wuxuu ku yiri gabadha iga sii jeesatay
وأنا أسكسو حاخذت أما أذيك أنك فرأي قبلها عايقتكتا قبلنا واحد جديد إنا إلمهي قبلنا ويانو بناك أولا ما بحكرتو إلمهي كلا إلهي سيانا مسو حاخذتو إلهي هبيني مالين هرتابني لكن مركا إساقو حاليسانو هرتمان تقولي قبح مركو سائر إلماسي جيد سوحا وسكتي دي واكا شل غاري قلاي بانيك أسيقي شل مركو قلا دكتر قلولا عرري ديك هلو شبا ليري ديكي انت انت وحلو شبا يوتي الله أتمنى انك نفتي قرعت مود انت قبل دي ويا قرع انت انك لأس كوري قادي اسكا إماتو اذي راضي يا ويم سدح ولا ليس وحيد هين لحالك يا ربنا اي كوري ما دابا ونكن وشن كتجين هيتو ويل لحالك يا ربنا ايه ناك تقولك ما دالين ما يولي وعلى هذا وحيد تري الماء عند الله وال هلا إيه خبط وقت إتان كده لا يو وين بريدة باي هذا هي كتجين بس مركه كتجين باب حالي يري كبدي مرقة إلهي سيدة أولى هاي أديك أنتي أودي النت حملة جد إلهي أودمي ما علي والبلاء وحي تاجناين الباك حسوسنا وإنا مركا دشي تقولي كان كبدي حدو أنت حسوسنا إنا هنتي ذن إيبينين ما دام أوصلين كأقول كتاجي سيدة هدا أهد كبدي قدر إلهي ما علي أيوة هرفة ليو نهاية أنا وقتي كان المدان وقفوا قاعدي كمان سوي كرنو أنت أكيد ليسيد guriyan ku jaareena ba ka badi fool qabat ba tan la qaaday isbitaal kaliye qabadi tabar badan yani meesan lahayn energy fiican ma haysanine qabadi way dhashay iyadoo kooma ku jirta ayaa qolka daaweynta la geeyay waa la dabiibay ilmihiina meel kale loo qaad markay soo naaxdaba waxaa loo keenay laba ilmood oo yar yar oo wiilal laba wiil oo mataana dhashay ilmaha aguna wixii loo arki waayay markii hore labada ilmood ayaa sidan isku ahaa way iska horjeedeen labada ilmood saas darteeda dhabarka loo arkayo intii hore loo arki waayay marka labadii wiil Ilaahay subxaana wa ta'aala wuxuu uga dhigay faraj lagu irsaaqay een gabadhii deenimankii markay soo laabteen la dhahay laba wiil oo mataane dhashayna way baa waraxaas waxaas anagana lama dhahayeen aabihiis markuu aabood markuu dhintay Soomaay dhalan anaga waa hawsheena waa wadanayna lacagteena adiga markii dambe nin shii qalo yeeray wuxuu yiri xaq u malihiin maadaama uu ka tagay ilmihiisina ay yihiin aan meherkiisina ay ku dhashteen hooyadoodna ay joogto sharciigu waa idin ka reebay inaan gurigaas gelti sidii aan imankii uga tageenay gabadhina إلهي gurigeedii iyo ilmaheedii iyo waxeedii uu barkay toogista Ilaahay to ninkiina qadartii ayaa tusisay yani inaysan labadaas wiil uu san arkin haduu noolaan la farxad uga weynaan lahayd ma jirto marka gabadhii sii jeeday oo gabadhii sii jeeday oo ay ka sii jeestay markay aragtay ka dhumatay Ilaahay bariyadiisa adoonka ma soo celiye gabadhii sii jeeday umba Ilaahay subxaanahu ta'aala laba wiil ka dhigay hal mar dunida la wada keen gabadhaasina Ilaahay saas u faraj ugu furay waana halkaas aan ninkii sambaasadkiisa helaya gabadha hadii maalinka ay ka doorbidi lahayd in la furo gabdhaheeda dayacmaan inay ilmaha soo xaaqdo maanta waxay iska soo xaaqi lahayd hadiyad weyn oo Ilaahay ugu talagalay marka sheekadaasi waxay ahayd nin sambaasadkiisa hela gabar iyo wiilna Ilaahay isagaaba dhahayba kaan doonana wiil baan siinaa kaan doona gabar mid ka rabna waa isugu darna kii la rabana Ilaahay aqeen buu ka dhigaa waxba ma dhaleeyninba oo lamaba siiyo marka xikmadda Ilaahay ka socota insaanka qaar waxa isku dayaa inay la dagaalamaan ka soo horjeesadaan zayd Soomaalida xataa baa lagu arkaa Soomaalida ay ku badan yihiin gabadha laftirkeeda waa nin helaaba nasiib leh waayo waa udgoon iyo naxariis iyo qurux iyo wanaag tii hadii loo fiiriyo nin gabadh iyo wiilka gabadha buu roombo ma yaqaanin nimanka waxay jecel yihiin wiilasha sababta marka uu qofka xanuunsado xitaa ma aragtaa sida gabadha uu la damqaneeso uu la boodboodeeso uu la dhaceeso laga yaabaa wiilka inuusan u la boodboodin xitaa gabadha ilmaheeda xitaa ma aragtaa
sida wiilka ilmahooda lagu kalsoonaan karto si gabadha ilmaha dhashada uu kalsoon. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa daawadayaal barnaamijka sheekooyinka CBA aad ka daawanayseen istuudiyaha magaalada Muqdisho. Waxa barnaamijka maanta halkan idinkala socodsiinaya anigoo Bushra iyo gabadha dhinacayga fadhida oo Samsam Maxamed labadeena iyo intii nagala qayb qaadatay barnaamijka waxaan idinkaga tagaynaa. Intaa marka la isku soo laabanayno laykta inoo badiyay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. كان waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet